نتحدث عن أصل مثل من إن فلان يعرف من أين تؤكل الكتف. جاء في شرح المقامات: يضرب المثل للداهية الذي يأتي الأمور من مأتاها أنه يعرف من أين تؤكل الكتف. قيل لأن أكل الكتف أعصر من غيرها، وقيل أكلها من أسفلها لأنه يسهل انحدار لحمها، ومن أعلاها يكون متعقدا ملتويا لأنه غضروف مشتبك باللحم. وبعضهم يقول المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم، فإذا أخذتها من أعلى خرت عليك المرقة وانصبت، وإذا أخذتها من أسفلها انقشر من عظمها خاصة، والمرقة مكانها ثابتة. وقال الأصمعي: العرب تقول للضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل الكتف. وأنشد: إني على ما ترين من كبري أعلم من أين تؤكل الكتف.